اليوم ليس كبقية الأيام في مدينة الناصرية التي يعود الهدوء إليها بعد إجراءات حكومية أسفرت عن تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً جديداً، والذي قاد لقاءات مختلفة مع ممثلين عن المحتجين وشيوخ العشائر ساهمت بإبعاد المحافظة عن أحداث العنف وإراقة الدماء. اجتماعاتنا تركزت مع المتظاهرين ومع الأخوة الشيوخ وبعض الشخصيات الاجتماعية، تركز على هذا الموضوع، وإن شاء الله عن قريب تفرز الساحة وأهل ذي قار يفرزون ويفصحون عن الأسماء اللي راح ترشح لقيادة المحافظة. المحتجون الذين أعطوا مهلة 3 أيام للحكومة المركزية في بغداد لاختيار شخصية وطنية تقود المحافظة في المرحلة المقبلة يتفق عليها الجميع، تعمل على إعادة الإعمار وتحريك عجلة المشاريع المتوقفة وتوفير فرص العمل. هناك اتفاق أو شبه اتفاق أو قناعات لدى شيوخ العشائر، لدى أبناء المحافظة، لدى ساحة التظاهر، لدى قادة الحراك بأنه يرشح شخصيات من أبناء المحافظة حصرا لقيادة محافظة ذي قار. شخصية من داخل المحافظة، شخصية كفوة قادرة على القضاء على البطالة وعلى الفساد، وسنكون داعمين له نحن كأبناء ساحة وكأبناء الناصرية. من مدينة الناصرية لؤي الرفاعي، العراقية الإخبارية.